السلام عليكم جميعاً شكراً على وجودكم معنا اليوم uh, لو سمحتوا اللي uh, حابب ترانزليشن بس يرفع إيده كرمان نوزع الهاتفونز عليكم uh, Good morning everyone, thank you for joining us today Whoever needs translation, please raise your hand, we're going to provide you with some headphones و بطلب من الكل لو سمحتو نحط on على سايلنت لانو ال presentations three minutes each فما بدنا نعمل دش ب in إن شاء الله kindly everybody put your phones on silent because it's only a three minute speech we don't want to disrupt the speaker okay raise your hands please one more time whoever needs headphones. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الضيوف الكرام المتسابقين النهائيين الأهل والأصدقاء أهلا وسهلا بكم إنه لشرف عظيم أن نستضيف مسابقة 3MT الوطنية في جامعة قطر للعام الرابع على التوالي مسابقة 3MT هي مسابقة تتحدى طلبة الدراسات العليا أن يقدموا أهمية بحوثهم للجمهور العام في مدة لا تزيد عن ثلاثة دقائق تم تأسيس المسابقة من قبل جامعة كوينزلاند في عام 2008 واليوم أصبحت 3MT مسابقة عالمية تضم تقريبا ألف جامعة مشاركة من 85 دولة أقامت جامعة قطر مسابقة 3MT الوطنية لأول مرة في عام 2021 يشرفنا يسرنا ويشرفنا هذا العام أن نسلط الضوء على باحثين متميزين من مرحلة الدراسات العليا من جامعة قطر معهد الدوحة للدراسات العليا جامعة تكساس اي ان ام قطر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا جامعة حمد بن خليفة كلية الريان الجامعية الدولية كلية اوريكس العالمية بالتعاون مع جامعة ليفربول جون موريس أكاديمية قطر للمال والأعمال مع جامعة نورثمبريا، أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية وجامعة كالغاري في قطر والآن لنرحب بكم رسميا في نهائيات مسابقة 3MT الوطنية لعام 2024 الرجاء الترحيب بالاستاذ الدكتور ايمن اربد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا بجامعة قطر اهلا وسهلا بك استاذ الحضور الكرام، الطلبة الأعزاء السلام عليكم يسعدني الترحيب بكم في مسابقة الأطروحة في ثلاث دقائق التي تعقد سنوياً في رحاب جامعة قطر وتجسد حرص الجامعة متمثلاً في مكتب الدراسات العليا على دعم مجتمع الدراسات العليا وتطوير السياسات والبرامج والمختبرات والتدريب والمنح والإجراءات وغير ذلك من الخدمات التي تعزز ثقافة البحث والابتكار وتنقل مجتمع الدراسات العليا في الجامعات المحلية إلى مصاف أكثر الدول تقدماً في العالم. هذه الفعالية حدث مميز في رعاية المواهب وبناء القدرات وفرصة ثمينة تجمع نخبة من طلبة الدراسات العليا من مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر. يتنافسون ويواجهون بثقة. ومسؤوليه تحدي عرض واضح وجذاب لجهد سنوات من الدراسه والبحث في دقائق معدوده لا تقتصر اهميه وفوائد المسابقه على الجوائز بل هي تمد جسور التواصل والتعاون بين الطلبه والباحثين واصحاب المصلحه والشركاء في الداخل والخارج كما انها تبرز القدرات والانجازات وتلهم الطلبه الاخرين اضافه الى كونها خطوه هامه في حقل الاختصاص المطلوب والانطلاق إلى سوق العمل والمساهمة في التنمية والمعرفة وتقدم الوطن والمجتمع أشكر الطلبة والمحكمين والجمهور مع الامتنان والتقدير لشركة كونوكو فيليبس قطر راعي المسابقة وشريكنا المميز وأطيب التهاني للفائزين متمنين للجميع دوام التقدم والتوفيق بعون الله وشكراً شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور ايمن اربد والان نرحب بالسيد راعي الحفل ايريك توماس رئيس الموارد البشريه في كونوكو فيليبس قطر فليتفضل Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and distinguished participants, it's a privilege to stand before you today as we gather together to celebrate this national three-minute thesis 3mt competition held in collaboration with our valued partner qatar university on behalf of ConocoPhillips phillips qatar i wish to extend my warmest welcome and gratitude for all of you participants judges and organizers whose hard work and dedication um, has brought this event to life I've had the privilege of working for the last 20 years with ConocoPhillips in the HR function across the world, in Canada and the US, and now in the Middle East. Um, and working as the HR manager, I've had the opportunity to um, study firsthand organizational culture around the globe. Specifically, what are the key factors um, that contribute to an entity's success? Through my work and studies, um, I found that one of the key success factors or su indicators for a vibrant and healthy organization. Is how it grows and develops its young talent. Organizations that do this are better prepared and more resilient when confronting future challenges and changes to the business environment. This 3MT competition, hosted here at Qatar University, is a clear demonstration of a successful and vibrant culture, not only at the university, but nationally throughout Qatar. This reflects how Qatar University mentors and builds uh, uh, its future leaders of Qatar and beyond. Today, we have the privilege uh, to experience the culmination of many hours of research and preparation from bright young minds and future leaders in Qatar. These presentations are more than just a showcase of academic talent, they are celebrations of groundbreaking ideas and insights that will shape our future. The National 3MT Competition is a testament to these students' abilities to transform complex research um, into compelling narratives that resonate with a wider audience in just three minutes. To the participants who are waiting anxiously backstage, these are the moments that shape and grow who you are. Your time on stage is so quick, as I know now. Uh, and as anxious or as anxious nervous or as confident as you are enjoy the experience. I congratulate you all for your hard work and your dedication which will be on display today. You are an inspiration to those around you and you'll have a large impact on the world wherever you go. Again, on behalf of ConocoPhillips Qatar, thank you and I look forward to hearing all the inspirational presentations Eric. توماس. أطلقت المسابقة الوطنية من أجل الاحتفال بالتعليم في قطاع الدراسات العليا في قطر ولابراز البحوث المؤثرة لبعض أفضل طلبة الدراسات العليا في قطر. وينضم إلينا في المهمة الصعبة للغاية المتمثلة في تقييم العروض للمرشحين النهائيين على المستوى الوطني نخبة من ألمع الشخصيات في قطر. اسمحوا لي بأن أقدم لكم لجنة حكامنا لمسابقة 3 ام تي الوطنية لعام 2024. في البداية المهندسة في مركز كونوكو فيليبس العالمي لاستدامة المياه الفاضلة مشاعل الماس المحترمة المدير التنفيذي لدار التقويم القطري الفاضل المهندس فيصل محمد الأنصاري المؤسس والمدير التنفيذي بدار روزا للنشر الفاضلة الدكتورة عايشة جاسم الكواري القائم بمهام وكيل الوزاره والمساعد لشؤون التعليم العالي الفاضل الدكتور حارب الجابري. واخيرا وليس اخرا مدير بايوبنك قطر بالانابه والرابحه بمسابقه 3 ام الوطنيه لعام 2023 الفاضله الدكتوره فاطمه كافود. مرحبا بكم وشكرا جزيلا على وجودكم معنا اليوم. والآن قبل أن نبدأ اسمحوا لي أن أقدم لكم نظرة عامة عن قواعد وقوانين المسابقة لدى كل متسابق ثلاث دقائق لتقديم بحث باستخدام شريحة ثابتة واحدة فقط أي أنه لا يسمح باستخدام الأزياء والوسائط المتعددة أو الآلات الموسيقية أو معدات المختبرات وما إلى ذلك ووفقاً لقواعد مسابقة 3MT الرسمية فإنه سيتم استبعاد أي متسابق نهائي تجاوز المدة الزمنية المحددة ووفقاً تم تكليف لجنة التحكيم بتقييم عروض المتسابقين بناء على فئتين واسعتين اولا الفهم والمحتوى ثانيا المشاركه والتواصل وذلك باستخدام نموذج تقييم مسابقه 3MT الرسميه سيحظى الحكام بدقيقه واحده فقط بعد كل عرض لاكمال ورقه التقييم وسيتم جمع وحساب الاوراق من قبل فريق من المتطوعين على مدار المسابقه والان دعونا نبدا مع عروض المتسابقين في مسابقه 3MT الوطنيه لعام 2024 المتسابق الاول معنا اليوم هي طالبه في الماجستير في تخصص العلوم الحيويه الطبيه بكليه العلوم الصحيه في جامعه قطر ستحدثنا اليوم عن اكتشاف جين جديد للسمنه المفرطه عند الاطفال من خلال التحليلات الجينيه واختبارات مخبريه let me introduce you to ahmed and his mother fatima ahmed is a five-year-old child who weighs 55 kilograms quite heavy for his age so naturally people are quick to judge the mother Haram. How could she be so reckless? Why does she let him eat so much? Everyone is always ready to blame the mother, right? Well, what if I told you that Ahmed's weight is most likely not his mother's mistake? Fatima is desperate for a solution, so she seeks guidance from an endocrinologist, an expert. He takes a blood sample and runs several tests for Ahmed. The endocrinologist is convinced. That Ahmed might be suffering from a rare genetic condition called monogenic obesity. Yet, the lab results do not show a clear proof of this diagnosis. That is where my research steps in. I start to dig a little deeper into Ahmed's DNA to find any mistakes in the gene. And that is when I come across a mistake in a gene called plexin A1. What is interesting about this gene is that it plays a role in the brain. Controlling how hungry we feel. Yet again, this is not enough to conclude the diagnosis. So I decide to take the research one step further to check the function of this gene. In theory, if plexin A1 is normal, the child is expected to have a normal weight. If the gene is defective, the child is expected to have obesity. To prove that, I use an animal model called zebrafish. Zebrafish are tiny animals and they share 70% of their DNA with us humans, including plexin A1. So I start the experiment by reducing the activity of the gene and then I observe the animals for any changes. Experiment after experiment, it becomes clear to me that plexin A1, when it is defective in the zebrafish, it leads to an increase in body fat. This finding can be reflected in humans such that. When the child has a defective plexin A1, it leads to an increased body fat and obesity as well. The beauty of this discovery is that now we understand Ahmed's obesity is not the result of his mother's negligence, but rather it is a genetic defect, something that is far beyond her control. With this knowledge, we can now focus on finding a treatment that can restore the gene function and give Ahmed a chance at a healthier life

والان ننتقل للمتسابق التالي ينضم الينا ايضا من معهد الدوحه للدراسات العليا طالب ماجستير في علم الاجتماع والانثروبولوجيا والذي سيحدثنا عن ديناميكيات التفاعل الهوياتي في عراق ما بعد 2003 فلنرحب معا بصهيب حسين الزبيدي أتذكر أول مرة لقيت رسالة تهديد في بيتنا. أخذتها الأمي وأنا أضحك. عادي آه ما كل شيء جديد هي هاي حياتنا. لكن فجأة أمي وجهها تغير وصار أحمر وخافت. وهذه هي حياة كل عراقي خوف وقتل وتعذيب. لذلك أنا قررت أدرس مفهوم الهوية الطائفية. وليش حياتنا مو مثل باقي البشر أمن واستقرار وراحة؟ يقول علماء الاجتماع إنه من تنهار الدولة يرجع المجتمع الى خط الدفاع الاساسي اللي هي القبيله العائله الطائفه وهذا اللي صار في العراق بعد الاحتلال الامريكي انا ابحث في رسالتي شلون ترسخ مفهوم الهويه الطائفيه على حساب الهويه الوطنيه الفكره الاساسيه انه مفهوم الطائفيه تم اعاده انتاجه من التاريخ طوائف متعايشه الى طائفيه كراهيه والكثير من الكتاب العراقيين يحاولون اعاده انتاج التاريخ العراقي اعاده كتابه التاريخ العراقي على انه قائم على الصراع فقط كانه احنا منذ الخليقه العراقيين ما عندنا شيء غير سني وشيعي واهميه هذا الشيء على ثلاث مستويات اولا الدوله انه الدوله لازم تفتهم شلون تشتغل الهويات حتى في دورها تنتج هويه متناغمه مع التعدديه الثقافيه في العراق وعلى مستوى المثقفين أنهم يصدرون لنا إن خطاب لا طائفي وعلى مستوى الأفراد أنه خلاص يتجاوزون المشاكل اللي بينهم ويشكلون مجتمع متكافل متكامل ولدراسة هذا الشيء حللت نصوص الجمعيات الوطنية من عام 1915 إلى عام 2003 وتوصلت إلى أن الدولة أنتجت هوية شبه إقصائية بمعنى أنه أنا لازم أكون فقط عراقي في حين لا اكو اقدر اكون عراقي سني، عراقي شيعي، وعراقي كردي. وايضا لفهم الهويه الطائفيه حللت خطابات النخب السياسيه ديسكورس وتوصلت انه العقليه العراقيه قائمه على الثنائيات بمعنى سيء جيد ابيض اسود شيعي سني احفاد يزيد احفاد الحسين بمعنى انه الهويه تحولت من هو العراق اولا الى الطائفه اولا. بمعنى انه العراقي صار بدل ما هو عراقي صار شيعي عراقي، كردي عراقي، سني عراقي. ولدراسه التفاعل بين الهويه الطائفيه والهويه الوطنيه سويت ثيماتيكال analysis وتوصلت الى ان الجيل الجديد اللي انولد بعد عام 2003 هو جيل غير مؤدلج، جيل يريد وطن، يريد مكان اساس عيش المواطنه. لذلك طلع في ثوره 2019 وقال شعار نريد وطن. مو بس هذا الشيء. درست ايضا اليات التفاعل الهوياتي انه شلون الطائفه تتفاعل مع الطائفه الاخرى وشلون الطوائف تتفاعل مع الدوله. لذلك لكل واحد انولد بعد عام 2003 في العراق: املنا فيكم انه ما تعيشون مثل قصتي وامي. املنا فيكم انه امهاتكم تعيش من غير حرب وطائفيه وقتل والسلام عليكم. شكرا لصهيب والان دقيقه للحكام لتقييم العرض والآن تنضم إلينا المتسابقة التالية وهي ماجستير في إدارة المشاريع من كلية أوريكس العالمية والتي ستحدثنا عن تأثير الاكتئاب والقلق على أداء العمل في المشروع فلنرحب معا بمروى وليد العاصي ما بدي روح الدوام. رح شوف فلان المزعج. كيف حط سيسي لمديرنا؟ قهرني. ترجع بتجر حالك جر وبتداوم يا شطور عشان الشغل المتلتل فوق راسك. مش وحدك هيك. بتشير احصائيات المؤسسه الوطنيه للصحه انه اكثر من 90% من الموظفين بيعانوا من التوتر، الاكتئاب والقلق بوظائفهم. زيدكم من الشعر بيت؟ منظمه الصحه العالميه توقعت انه بال 2030 الاكتئاب والقلق رح من اكثر وظايف رح يكونوا من اكثر اسباب الاعاقه عالميا. للاسف الارقام ما بتكذب ونتائج بحث الاحصائيه كانت قريبه لهالتقارير. بما انه اختصاصي اداره مشاريع درست الاكتئاب والقلق على مدراء المشاريع واعضاء الفريق بالمؤسسات الكبيره الصغيره الخاصه والحكوميه بقطر. 500 شخص كمل الاستبيان والنتائج كانت مفاجئه وبتقلق بنفس الوقت. 83% من المشاركين صرحوا انهم بيعانوا من التوتر والاكتئاب واللي بزعل انه 62% منهم ما سعوا يحصلوا على اي علاج كثير منهم كانوا خيفانين من وصمة العار انه اوعى يفكرني مجنون و38% الباقيين معظمهم لجأوا للرعايه الذاتيه مثل انه يمارسوا الرياضه او يتبعوا نظام غذائي طيب شو الحل سالت حالي هالسؤال وقررت اني كمل بعد النتائج الاحصائيه سألت المشاركين شو ممكن تعمل الإدارة العليا لتساعد بتخفيف التوتر والقلق بالعمل؟ سؤال مهم بده فنجان قهوة كمان التماتيك أناليسز اللي عملته كشف عن خمس محاور أساسية التقدير مثل التكريم الاعتراف بإنجازاتهم أو حتى كلمة شكرا البسيطة أكيد بتصنع فرق التواصل كانوا حابين يشعروا أنهم مسموعين وأنه عندهم الأبديت دايما بالشغل بالإضافة لتخفيف ضغط العمل تمكينهم وتقديم الدعم النفسي هون وصلنا لمفاجاه بحثي نتائج حتى انا ما كنت متوقعتها كباحثه تخيلوا انه بعد كل هالاحصائيات السلبيه 62% من المشاركين يعني عم نحكي اكثر من نص كان عندهم تجارب ايجابيه تترافق مع الاكتئاب والقلق ذكروا انه صاروا اكثر مرونه تحسن التواصل وصاروا اكثر اصرار وعزيمه صاروا اكثر صاروا وعزيمة ايوه لان الظروف القاسيه يمكن تكون هي بعينها السبب الاول لتجعل منك انسان صلب ورائع وثمين. تماما مثل ما انه الفحم ما ممكن يتحول لالماس الا تحت ضغط شديد. شكرا على خير. شكرا <applause> لمروة والان يشاركنا العرض التالي طالبة ماجستير العلوم في علم الجينوم والطب الدقيق بكليه العلوم الصحيه والحيويه في جامعه حمد بن خليفه وستتناول اطروحتها البحث في تاثير الميكروبات في لبن الام على ميكروبات امعاء الرضع رحبوا معنا ببارول سينج Today, I'm going to talk to you about something that nurtures life and it's priceless, without which early humans would have never survived. Yes, human breast milk, also called as liquid gold. Did you know that there are more than 200 types of components that are present in breast milk proteins, fats, and everything else that the baby needs to survive and thrive? But you what you probably didn't know is that there are more than 800 different types of bacteria that are found in breast milk. When we think of bacteria, we think of something, these evil little monsters. But in reality, humans have evolved with these bacteria, and not all of them are bad guys. But what are these different bacteria doing in breast milk? No one really knows. So, in my thesis, I looked at the role of breast milk bacteria in infant development. I use breast milk samples collected from the mothers and stool samples collected from their babies. And when we compared them using highly advanced computational tools, we found that, in fact, breast milk was providing very specific bacteria to the babies, the bacteria that the baby needs, for example, those that help them digest lactose, the main sugar that is found in breast milk, or highly beneficial probiotic bacteria that helps these babies develop their immunity some of the babies in our groups were born early and surprisingly we found that these babies received a higher dose of these beneficial bacteria but why we know that babies who are born early have lot of developmental delays so here comes breast milk to the rescue of these babies also the babies who are born early have weak immune system at birth but by 6 months of age these babies were able to catch up with the normal babies and this was a direct result of exclusive breastfeeding that they received in recent times we have begun to overlook the importance of breast milk when we think about milk we think about powdered formulated milk only 24% of the babies are exclusively breastfed in qatar and unfortunately these are among the lowest number in this regions the most intimate relationship at birth is that of a mother and a child. and breastfeeding seems to play a central role in this relationship. it's the most personalized form of nutrition that a baby can receive, something that cannot be replicated. and this opportunity should not be missed. so through my research, i call all of you sitting here in the audience today to spread this message. not all superhero wear capes. some of them produce milk that saves lives. thank you.

تنضم الينا المتسابقه التاليه طالبه ماجستير العلوم في اداره الموارد البشريه بجامعه الدوحه للعلوم والتكنولوجيا والتي ستحدثنا عن كيفيه تاثير اداره المواهب والقياده المستدامه على رضا الموظفين في سياق شركه قابضه قطريه رحبوا معنا بتريسا ماري كاكام Your alarm goes off. You've already hit snooze about three times. You're running late for work. You're dreading another day at the office. You hate what you do and you're sick of the boring routine. You think to yourself, how amazing would it be if we lived in a world where every employee is enthusiastic to go to work? How awesome would it be if employees are engaged in the tasks they're doing and are eager to keep going? Well, my research will help us move one step closer to achieving this. To do this, I looked at talent management, which is the ongoing process of making sure that talents perform well in their jobs for a long time. I wanted to find out how talent management impacts employee satisfaction. So, I surveyed 104 employees in a Qatari holding company that already practices talent management. I found that talent management does have great effects on how happy employees feel about their jobs. When a company trusts its employees, to do their work and helps them become better at what they do. Guess what? Employees feel happier. Because of my research, companies can be confident in giving their employees more flexibility to do their work and in giving them personalized trainings. For example, if you're already good at analyzing data, your company. Could give you advanced training on data analytics. If you're not so good at presenting your data in front of other people, then your company can give you training on public speaking. This motivates you to do your best, which encourages others to do the same, which allows loyalty to grow in the company. This improves the quality of your work and your company's work. And your relationships at work, which boosts yours and the company's performance. With the company doing well and you doing well, the economy and your quality of life improve. Through my research, you will now have the chance to wake up in the morning feeling motivated to go to work and feeling like you have a purpose in the work that you do. It won't just be another boring day at the office. Instead of snooze, you'll hit the ground running. You're excited for another amazing day ahead, knowing that every step you're taking is a happy one. Thank you. Lee <laughs> Teresa. الحضور الكريم ممكن نطلب منكم بس الهواتف تكون على الصامت لان اي تشويش ممكن ياثر على عرض المتسابقين، شاكرين لكم تعاونكم. والان تنضم الينا الان المتسابقه التاليه وهي طالبه ماجستير في التمريض من جامعه كالجاري في قطر، ستحدثنا في رسالتها استكشاف تجارب النساء الحوامل المصابات بتسمم الحمل المبكر في قطر. رحبوا معنا بلينا ناصر اليزيدي. مريم حامل في الشهر الخامس وتنتظر ولاده سيف اللي راح يكون على اسم جده كالعاده حست بصداع ودوخه وتورم في الجسم وتعب وهذه اعراض طبيعيه للحمل صح لكن مو دائما تعبت مريم وفي المستشفى كانت الصدمه تسمم حمل بريكلامسيا وحالة مرضيه تتميز بارتفاع ضغط الدم وتورم وتحدث قصور في الاعضاء الداخليه للجسم. للاسف كثير من الامهات ما تفرق بين علامات الحمل الطبيعيه واعراض تسمم الحمل وتتجاهلها، ليش؟ لانها مثل مريم كانت تسال امها واختها وصديقتها واحيانا ام زوجها وكان يقولوا لها هذه اعراض طبيعيه وتصير مع الحمل فلا تدلعين. هني بديت اتساءل شنو احتياجات وشعور مريم او اي ام مكانها كانت تنتظر اللحظه الجميله لمقابله طفلها لكن فجأه صارت تواجه مرض خطير ويهدد حياتها حياه جنينها. وهني بديت البحث وانصدمت بمعدل حالات تسمم الحمل في قطر فهي اكثر بنسبه 50% من المعدل العالمي ومعدل وفيات المواليد بسبب تسمم الحمل ضعف التقدير العالمي. وحتى مع التشخيص المبكر في تحديات في توفير الرعاية المناسبة. وهذا هو مجال بحثي اللي يركز على فهم واستكشاف تجارب النساء المصابات بتسمم الحمل المبكر في قطر لتطوير رعاية شاملة. بدأت بإجراء مقابلات مع النساء المصابات ومن خلال التحليل الموضوعي لتجاربهم ظهرت ثلاث احتياجات رئيسية. الحاجة إلى الموارد التعليمية الحاجة إلى استراتيجيات تكيف مع المرض والحاجة إلى دعم المجتمع استنتجت من خلال بحثي فهم أعمق لتجارب النساء وتوصيات حول كيفية تقديم الدعم اللازم لهم بشكل أفضل وتوفير الرعاية الشاملة اللي ما تركز فقط على العلاج الدوائي ولكن تشمل الدعم النفسي والعاطفي وهذا مو بس عشان نحصل نتائج طبية أفضل ولكن لاضافه اللمحه الانسانيه اللي تحتاجها الام المصابه من خلال توفير الرعايه الشامله يمكننا تقليل المضاعفات المصاحبه بتسمم الحمل وضمان حمل صحي وامن اكثر في قطر وحبط منكم مريم ولدت سيف والحين حامل في البيبي الثاني شكرا شكرا جزيلا لي... لينا ينضم إلينا الآن طالب ماجستير الأداب في الدراسات الدفاعية والأمنية في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية لكي يحدثنا عن الدور الصيني في الشرق الأوسط المؤشرات والأسباب رحبوا معنا بعلي خالد المعاضيد السلام عليكم من منكم شرى من الصين؟ شرى شيء من الصين؟ من تيمو، شي ان، علي بابا، اعتقد اغلبكم الصين لا تبيعنا الادوات والملابس فقط، انما تشتري لها مكانا في قمه الاقتصاد العالمي. هل العالم مستعد ان يعي ان صنع في الصين كل شيء؟ الصين بلد شيوعيه الاشتراكيه. بلد الملكيه الجماعيه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قامت الصين بعمل اصلاحات اقتصاديه وفتحت اسواقها للعالم ومدت علاقاتها الدوليه لتعزيز نفوذها التجاري والاستثماري ونعلم عن طريق مشروع مشروع اقتصادي الضخم طريق الحرير ونعلم أن لها معسكر في جيبوتي مزاحمة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والحفاظ على طرق الملاحة التجارية وبالأخص باب المندب وأيضا قامت بإنشاء منظمات دولية ومنها بريكس في 2009 تأسست البريكس لمزاحمة لتكون لتكون بديل للبنك الدولي ومن اهدافها التعاون الاقتصادي والتنميه المستدامه وبسط النفوذ ومن خلال دراستي العميقه في المشروع الصيني يكاد ان لا توجد دراسات عميقه اي ان المنظرين ووضع الاستراتيجيات لم يعوا خطوره مشروع الصيني وتطوره اليوم اي اوصي بتشجيع الدراسه المشروع الصيني وعمل شراكات استراتيجيه تنمويه مع التنين الصيني حتى لا يفوتنا قطار التنميه وتكون مصالحنا ضمن استراتيجيه الاخرين في النهايه شيشه شكرا لك شيشه عالم شيشي. شيشي.

حضورنا الكريم ننتقل الى المتسابق التالي تنضم الينا المتسابقه التاليه طالبه ماجستير العلوم في المالي العلوم الماليه بجامعه نورثمبريا بالشراكه مع اكاديميه قطر للمال والاعمال والتي ستحدثنا عن تاثير خصائص المدير التنفيذي على الاداء المالي للشركات في الهند والصين رحبوا معنا بانيس فاطمه ميمان I have bad news for the men in the room. According to existing literature, you may find it difficult to become a top performing CEO in an emerging economy. How do I know this? I conducted a systematic literature review using the following criteria CEO age, gender, duality of roles within the company such that the CEO was serving as a chairman of the board, their educational qualification. And the tenure they served in the company. This led me to an impressive 40,000 articles. Don't worry, I didn't read all of them. I filtered the articles to only those that were published in the last five years, belonged to top tier peer reviewed journals in emerging economies, specifically India and China. This left me with 100 articles. Which I did read. My thematic analysis revealed that the top performing CEOs in emerging economies were females under 55 that had served less than 10 years in the company, had a master's degree in finance or management, and served as a chairman of the board. It also helped if they were a little overconfident. Why were these CEOs better performers? Well, female CEOs were more innovative and better negotiators. They acquired loan deals that led to direct financial performance for the company. The younger CEOs that had served shorter tenure in the company invested in projects that had higher risk, which yielded higher returns. As an aspiring CEO, I Currently, satisfy four of the five conditions to be a top performing CEO. So, if there are any positions available for chairman of the board, please see me after the event. But, uh, but on a more serious note, an aim of my research is to help other young, ambitious women become successful. Let's empower them to be business savvy, think about finance. Take calculated risks and improve your networking and communication skills. In other words, let us take what we have learned from the literature and embed it within our curriculums, conversations, and lives. Which brings me to the men in the room. It's not all bad news. You can empower the young women in your lives to be amongst the future leaders of the nation. Thank you. شكرا لانيس والآن لنسلط الضوء على متسابق آخر أو المتسابقة التالية وهي طالبة ماجستير في المناهج وطرق التدريس والتقييم بكلية التربية في جامعة قطر. ستسلط الضوء على الشراكات التعليمية بين المتاحف والمدارس من خلال اقتراح دليل للمعلمين للاستفادة من المتاحف في قطر. رحبوا معنا بنوره عتيق السالم. دولة قطر فيها العديد من الابتكارات والإنجازات يعني عندنا مناطق خارجية مكيفة استاد مونديالي على شكل قحفية السنة الجاية بيصير عندنا تاكسي طائر الواحد لما يعاصر نفس الإنجازات والابتكارات يعطيه دافع أنه يحقق أكثر في مجالات شتى شغفي وجهني ناحية الابتكار في التدريس والتعليم في دولة قطر خلال سنوات الدراسة وعملي في المتاحف اكتشفت إن المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في عالم التعليم. بيئة فيها تناغم ما بين المدارس والمتاحف. دور الطالب فيها يكون وايد نشط. مثلاً إذا قاعد يتعلم اللغة الإنجليزية ما يفتح كتاب يقرأ فيها فقرات. تعطى الحرية للطالب. يختار من المقتنيات يقرأ حقائقها باللغة الإنجليزية. مشهد التعاون ما بين المدارس والمتاحف يعني طالب ومعه متعلم معلم حولينهم اعمال فنيه حولينهم قطع اثريه نزيد عليهم بعض مصادر المتاحف لان عندهم خبراء مواضيع متنوعه عندهم تربويين مهندسين علماء فنانين مواقع الكترونيه منصات افتراضيه واكثر بكثير لان متاحف اللي في بلادنا وايد اوسع من اللي احنا نشوفها في صالات العرض الحين عرفنا بلادنا ايش قاعده تسوي لنا احنا ايش راح نسوي حق بلادنا هنا يختبر العزم في رسالة الماجستير جاوبت على سؤال شلون نقدر نستفيد من مصادر المتاحف نخليها تدعم عندنا المناهج الوطنية زرت أربعة من أكبر المتاحف اللي موجودة في قطر أكلمكم عن أكثر من أربعين صالة عرض بطابع مختلف سويت عليهم لائحة، عرضت اللائحة على محكّمين، لأن الخطوة اللي بعدها كان لازم نعرف مدى التوافق بين محتوى المتاحف وعندنا والمدارس، حللت كتب رياضيات، علوم، اجتماعيات وغيرهم من الصف الأول لين الصف الثاني عشر والزيادة عشان استنتاجاتي تكون وايد دقيقة، راعيت ضوابط التعليم اللي موجودة عندنا في قطر، مثلاً الحصة مدتها بس 45 دقيقة. كانت من أهم نتائجي أني طورت استراتيجية تضمن للمعلم تعاونه مع المتاحف يكون وايد فعال، من خلالها المدرس بيعرف هل الدرس لازم يروح في المتحف الإسلامي ولا الأفضل يطلب خبير متحف الوطني يوصل لعندهم المدرسة ويمكن المنصات الإلكترونية تكون الأنسب لهذا الدرس. الحين هو وقتنا ان نعزز مفهوم الابتكار في التعليم في قطر، نبي العالم لما يتكلم عن قوتنا في التعليم ما يتكلم عن عدد مدارس، ما يتكلم عن عدد متاحف، يتكلمون ان قوه تعليمنا في فكرنا، شكرا لنورا نورا اختفت الاضواء ولكن خلونا نسترجع الضوء ونسلط على متسابق ثالث الان تشاركنا في عرضها عن العنصريه في حق الدراسات الامنيه النقديه مدرسه كوبنهاجن نموذجا طالبه الماجستير في الدراسات الامنيه النقديه في معهد الدوحه للدراسات العليا فنرحب بروكسانا سلامه عبد الله لما عرفت اني مش حبر على ورق المسافة من مدينة رام الله لبيت لحم تقريبا بتاخد 45 دقيقة بس انا اخدت معي ثلاث ساعات بنمشي بطرق التفافية طويلة صعبة بس المستوطن بمشي بطرق سهلة معبدة مع اني من اصحاب الارض على الورق كل ما امر بحاجز بوقفني حاجز ثاني هوية الخضرة نمرة سيارة البيضة بحكم اني من سكان الضفة كانت بتلاحقني النظرة الامنية وعلى كل حاجز كانوا بسألوا عن الورق لكوني عربية فلسطينية أنا بالنسبة للمستعمر شبهة أمنية وهذا مدخل بحثي قلت خليني أدرس كيف يتم بدراسة الظواهر الأمنية وحالات انهدام الأمن في السياقات الغير غربية وتحديدا مدرسة كوبنهاجن اللي اتهمت بالعنصرية والمركزية الأوروبية لهيك جت دراستي لحتى تعيد وتفتح النقاش حول مسألة العرق والعنصرية في مدرسة كوبنهاجن ولحتى أبين أوجه القصور والإشكاليات لما بستدعي هاي النظرية من العالم الغربي لحتى أطبقها في فهم الظواهر العربي الأمنية في العالم العربي دراستي مهمة لشغلتين أنا كباحث في مجال الأمن لازم أفكر بطريقة نقدية في النظريات الغربية وأخذها كأمن مسلم فيه ثانياً أن المنظرين ما اهتموا في مسألة العرق والعنصرية اللي لها تأثير كبير على فهم الظواهر الأمنية لهيك جبت نظرية فكفكتها افتراضات مفاهيم لحتى أوائمها على السياقات الغير غربية اللي هي بالعالم العربي ولما يجي تطبقها على الدول العربية ما زبطت لأنها بتركز بس وين على العالم الغربي الأوروبي الأبيض وبتفسر ظواهر الأمنية واستثنت خصوصيات وسياقات العالم العربي السياسية والتاريخية والجغرافية اللي بتختلف بشكل جذري عن السياقات الأوروبية فهيك هي عزت عن فهم مفهوم الأمن والدولة خارج السياق الأوروبي نأخذ مثال هي افترضت بشكل مسبق انه هناك استقرار داخلي داخل الدول العربية بس هي ما اخذت في عين الاعتبار التهديدات الداخلية مثل الازمة في الشرعية وازمة في الهوية فبالتالي هي عجزت عن تفسر هاي الظواهر كمان الى جانب هاي التهديدات الداخلية هناك تهديدات خارجية اللي جعل مسألة الامن معقدة ومتشابكة فبالتالي هي عجزت عن انها تفسر هاي الظواهر الامنية لانه عندها رؤية ضيقة للامن وتوصلت لاستنتاجات انه مدرسة كوبنهاجن اعادت انتاج المركزية الغربية والعنصرية وانها مش مقاربات لا عالمية ولا حيادية وان مفهوم الامن هو بيعكس التجربة الغربية فقط واني انا كطالبة وخريجة وباحثة اني قادرة انقض الحبر والورق اللي طبع العلاقات الدولية بالعنصرية والاستهلاك. شكرا لروكسان ينضم الينا المتسابق التالي طالب الماجستير في اداره الضيافه العالميه بكليه الريان الجامعيه الدوليه. سيحدثنا عن دراسته التي تبحث في تصور استخدام التعلم المصغر لتدريب الموظفين في فنادق قطر. رحبوا معنا بشمس الزمان. This is Nadim. A passionate cook who's entering the world of hospitality for the first time today. But as soon as he walks into that kitchen, he's overwhelmed by all the movement and all the noise. In the corner of his eye, he sees a green cutting board, and suddenly his mind goes back to his week long training session. He vaguely remembers something about the color of cutting boards. Was it green for vegetables, red for meat? Sounds about right. When a shift ends, Nadim picks up his big blue training manual, with the plan to memorize the whole thing by tomorrow. Sounds intense, doesn't it? Now, imagine instead of uh, instead of having to uh, read that massive manual with pages of text, you engage in bite-sized training every now and then. One day, you watch a quick video on knife safety. The next, you engage in a role play.s You get to you get to uh, uh, Absorb knowledge as you watch those videos, participate in role plays, and it sticks to your mind because you're not overloaded with information. And that's what microlearning basically is: training that is broken down into small, manageable chunks. Microlearning has shown great promise lately in higher education where students are expected to learn a number of difficult concepts. So I thought to myself, hey, that could work in the hospitality sector. I mean, you get to absorb knowledge at your own pace and master each skill before moving on to the next. Perfect. So that was the motivation for my research. I interviewed 20 training managers and surveyed more than 100 hotel staff in Qatar to get their thoughts on microlearning for professional development. What I came across was interesting. Some participants weren't fully familiar with that term, but totally understood what microlearning achieved. Turns out, a number of hotels were frequently engaged in these micro-training sessions, including in kitchens, like that one. My findings confirmed what the literature says microlearning should not seek to replace existing employee training methods instead it is perfectly capable of complementing them and it's not some shortcut to train people either it can be really impactful if you do it the right way microlearning can take place during daily briefings during free time or even outside the workplace the majority of my survey participants saw the benefits right away better accessibility better, better time management and better job performance in the end so here's my recommendation for hotels in this region. Instead of trying to rewrite your own big blue training manual, think about how microlearning can benefit you in your operations. After all, you can still use traditional methods to train Nadim how to prepare a dish, but with microlearning, you'll be handing him the recipe for success. Shukran <laughs> li المتسابق التالي هي طالبة ماجستير العلوم في المحاسبة المالية من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ستحدثنا عن الدور التعديلي لاستدامة الشركات. رحبوا معنا بأميرة فاطمة أناز. The Lululemon Scandal. Has anyone heard of it? Lululemon is an athletic clothing store that marketed itself as practicing sustainability and claimed to use environmentally friendly products. Consumers who were interested in such products were quickly attracted to the brand, buying them more and more, making it very trendy and popular. But then the truth came out it was discovered that they were actually using environmentally harmful products. This hurt Lululemon's reputation and caused a massive fall in their share prices. Which brings me to my research. My research studied the impact of sustainability practices on a company's share price and credit ratings. Here's a quick finance lesson Credit rating measures the ability of a company to repay its debt, while share price is the price at which a company's share is currently being traded in the market. Now, would you invest in a company that has declining share prices and credit ratings? Probably not. This would mean that the company would eventually just shut down. And that's sad because then we cannot buy from our favorite brands anymore, right? So I collected quantitative data of 15 years across four continents Asia, Europe, America, and Oceania. My initial population was around 44,000 companies, excluding banks and investment firms. I went through each one of them to collect their credit ratings, share price, and sustainability data to arrive at a final sample of 400 companies. The results were quite surprising. I found that companies which practice sustainability and not just pretend to be sustainable, like Lemon, these companies. Showed a significant increase in both their credit ratings and share prices. There was, in fact, a strong positive relationship. This means that sustainability can now be considered as the new era's influencer, that when practiced in any company will directly improve their credit ratings and boost up their share prices. So, our favorite brands will not just exist but continue to thrive. In a world where profits often come at the cost of our planet my research proves that sustainability is not just the right thing to do but it is the smartest business move a company can make for its long-term success and societal contribution sustainability cannot be an afterthought let's make it an integral part of our corporate strategy thank you شكرا لاميره والان ينضم الينا المتسابق التالي طالب في تخصص الهندسه البتروليه في جامعه تكساس اي في قطر سيحدثنا عن تطبيق تقنيات التعلم الانتقالي على نماذج الاحتياطي المعتمده على التعليم العميق فلنرحب معا حضورنا الكريم بجورجي كومبنسيف Don't you hate it when you're doing something on your computer and you click something and you just have to wait and wait and wait while it's loading? Well, that's pretty much my entire life. Um, I'm a simulation engineer and the numerical models that I have to deal with are quite a little bit more demanding than the everyday tasks that we do on our computers. Um, it takes hours, days, sometimes even months in the most extreme scenarios. And all this time has to be spent waiting uh, just for the computer to finish calculating. And uh, these numerical models are crucial in our everyday, everyday life. Researchers and engineers have to use them to test out their theories in a safe numerical environment before applying them in the real world. Anything from the way a car collapses during a crash to the way we deliver drugs to patients, uh, numerical simulations is, is everywhere. And uh, it takes a long time, and that time is exacerbated by the fact that we have to redo these simulations every time we change some sort of parameter. Uh, however uh, small it may be. and uh, all these uh, recalculations leads to increased waste of time, money, and more emissions getting emitted as we have to power these machines to do all these computations. now, in my specific case, i'm dealing with oil and gas reservoir models. these are massive models, conglomerations of various layers of rock, uh, production wells, injection wells, and surface facilities. all have to be numerically simulated. Which takes a really long time. And to tackle the issue of having to recomputate all these models over and over again, uh, in my research we have combined the old and the new. And the old can be shown with the pictures behind me. Uh, have you heard about the story of uh, how scientists back in the 60s and 70s were able to send people to space doing all the calculations on computers that are no, pow no more powerful than the Nokia phone behind me? And that is largely true, the computers were very underpowered back in the day. And the way they did it is a mathematical technique called reduced order modeling. And uh, the way we scale down our images when we send them online, uh, ROM, reduced order modeling, does the same for numerical simulations. We scale it down to make it easy to compute while maintaining the ability to tell what is actually going on. And in my research, ROM techniques are combined with AI image classification to come up with uh, E2CO, embed to control and observe. Uh, this way, we teach the machines how to tell what is going on in that reduced space inside of our numerical simulation models. And in our results, uh, we have achieved up to an 18 times decrease in computational speed, while only sacrificing about 3 to 6 percent in terms of accuracy. And the accuracy can be increased later with known techniques at little expense of time. Uh, so, here's to a world where we don't have to wait for computers anymore. Thank you. شكرا لي جورجي المتسابق التالي هي طالبة في الماجستير في تخصص العلوم البيئية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر. ستحدثنا اليوم عن تقنية جديدة لتنقية المياه. رحبوا معنا بشهد محمد الخير. الماء الذي نشربه يسبب السمنة. يسبب السكري ويسبب السرطان بمعنى ان شرب الماء ضار بالصحه ليس الماء وانما هي الاوعيه البلاستيكيه التي تحتوي على الماء حيث ان معظم هذه الاوعيه البلاستيكيه تسرب مواد كيميائيه ضاره خصوصا عند خدشها او تسخينها ومن امثله هذه المواد الكيميائيه الضاره هي مادة البسفينول ألف مادة البسفينول ألف هي مادة خطيرة تؤثر على سلامة الدماغ والجهاز المناعي كما أنها ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة كأمراض القلب الكبد السكري السمنة والسرطان عفانا الله وإياكم طيب كيف يمكننا إزالة هذه المادة الخطيرة من الماء في الآونة الأخيرة أثبتت جسيمات صغيرة جدا في الحجم ومصنوعة من مواد حيوية قدرتها على إزالة المركبات الضارة من الماء والتربة لقد جعل الله في الطعام نعمة وشفاء فما علينا إلا أن نتدبر ونشكر ففي بحثي تدبرت وقمت بصناعة هذه الجسيمات النانونية الخضراء باستخدام قشر الليمون ومن ثم قمت باختبار فعالية هذه المادة في درجات الحرارة المختلفة والتراكيز المتعددة. والنتائج كانت فوق ما نتصور. حيث تمكنا من إزالة أكثر من 97% من مادة بيسفيرون ألف الضارة في درجة الحرارة المنخفضة وأكثر من 96% في درجة الحرارة العالية. وبالتالي قمنا بصناعة مادة فعالة صديقة للبيئة مستدامة ورخيصة التكلفة باستخدام قشر الليمون لإزالة مادة بيسفينول ألف الضارة من الماء والحفاظ على صحة الإنسان دقيقة <applause> هذا مو بيعني باشر كلكم تروحون تاخذون قشر الليمون تحطونه داخل غراش الماي شيل الماء صار زين لا يبا مو بشي صار ماي بنكهة الليمون أنا أقول لكم خذ المادة اللي أنا سويتها حطوها داخل الماء تي بتصير زينة. <applause> حضرنا الكريم والآن تنضم إلينا من جامعة حمد بن خليفة طالبة الدكتوراه في تخصص العلوم البيولوجية والطبية بكلية العلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة. ستحدثنا عن تعزيز بروتين معين في هجرة خلايا سرطان الثدي. رحبوا معنا ببدرية فؤاد السماك. Imagine this, a room filled with all the amazing women in your life. Your mom, sisters, daughters, and friends. Now, imagine one out of every 8 of them diagnosed with a breast cancer. Scary, right? But here's the good news. Thanks to advances in cancer research and early detection, survival rates are better than ever. So, there is hope. And I am here to be part of this hope. Now, let's talk about the sneaky side of cancer, metastasis, which is how cancer cells spread all over the body. Imagine cancer cells going on a road trip across the body. In this case, they need a guide, right, to reach their next destination. Now, deep inside cancer cells is the nucleus, the cell's brain, where all the important decisions are made. But the nucleus isn't alone. It has a special team of proteins in its outer layer that act like a GPS. These proteins are pretty clever. They can sense when the road gets tight and narrow. When that happens, they send a message to cancer cells to change their shape, squeeze and twist to draw the tight spots to keep moving through the body. My research. Focus on one of these proteins called Nisprin 4. So, why should we care about Nisprin 4? Before I started my project, we noticed that Nisprin 4 is found in some breast cancer cells but not in others. This raised an important question What role does Nisprin 4 play in these breast cancer cells? To figure out, we tested a breast cancer cells with and without Nisprin 4 in environments that mimic cancer environment in human body. What we discovered was surprising. Nesprin-4, it changed the shape of a breast cancer cells, making them more mobile and increasing their ability to invade the surrounding tissues. Yes, Nesprin-4 is a bad protein. It helps cancer cells move around more easily. So what now? By focusing on the rule of Nesprin-4, we can develop a new strategies to understand breast cancer metastases and prevent cancer cells from moving and spreading improving cancer patient survival rates thank you شكرا تنضم الينا الآن طالبة ماجستير الآداب في الدراسات الدفاعية والأمنية في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية لتحدثنا عن الأمن الدوائي بدولة قطر وتأثيره على الأمن الوطني القطري، رحبوا معنا بالعقيد الطبيب مديحة خميس النوبي. يعطيها الصحة والعافية تعاني من عدة أمراض مزمنة ارتفاع في الضغط والكوليسترول والقرب المركز الصحي من بيتي فدائما أنا اللي أروح أخذ لها أدويتها بعد ما توصلني الرسالة من المركز. أتذكر التاريخ كان في شهر 7 2017 وصلتني الرسالة رحت أستلم الأدوية عادة الصيدلي يجيب لي كيس هالكبر بتروس أدوية وحتى ثقيل لكن هالمرة جاب لي الكيس هالكبر سألته ايش اللي ايش اللي صاير؟ فقال لي من الشهر اللي فات طلبوا منهم صرف الادويه لمده شهر بدال ثلاث شهور للادويه الضروريه فقط وذلك من بعد الحصار. فكرت ايش بقول للوالده لما تسالني عن باقي ادويتها؟ وليش ناقصه؟ طيب الشهر الجاي هل بتتوفر هذه الادويه ولا لا؟ بالنسبه حق اللي عندهم امراض خطيره مثل السرطان يا ترى ايش وضعهم؟ بسألكم هل حد فكر فيكم وقت الحصار عن نقص الدواء؟ يمكن معظمنا فكر في نقص الألبان، الخضروات، اللحوم وهي مهمة أكيد لكن صار الحمد لله عندنا بدائل محلية في فترة قصيرة لكن نسينا نقص الدواء الصحة الصحة أهم شيء في العالم صحتي وصحتك وصحة عيالك وأحبابك أثرني الموضوع وكان موضوع بحثي يتكلم عن الامن الدوائي في قطر. دورت في الدراسات السابقه عن موضوع يشابه موضوع بحثي بين 2017 و 2024. للاسف في قطر ما لقيت اي بحث يتكلم عن هالموضوع. لكن في الدول المجاوره والعربيه لقيت عده ابحاث مشابهه. قارنت وذلك لاجد جواب لمشكله البحث واللي هي هل يوجد امن دوائي في قطر؟ قارنت هذه الدراسات بواقعنا. ولقيت ان وضعنا نفس وضعهم وان لا يوجد ام دوائي في قطر. بعد الدراسه والتحليل لقيت عده حلول نقدر احنا نطبقها مثل ما طبقوها هذه الدول. من اهمها تشجيع الاستثمار في هذا المجال وبناء المصانع الدوائيه ودعمها من قبل الدوله. وايضا الشراكات مع الشركات الاجنبيه لتنقل لنا هذه التكنولوجيا الى مصانعنا لتطويرها. ولا ننسى تشجيع البحث العلمي والاختراع في هذا المجال وأبشركم إنه راح يكون قريب في منتج دوائي محلي مكتوب عليه منتج قطري وعلم قطر وراح بذلك نكون حققنا الأمن الدوائي والله يديم علينا وعليكم نعمة الصحة والأمن والأمان شكراً حضورنا الكريم العرض التالي تقدمه طالبة الماجستير في إدارة النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا ستحدثنا عن الاقتصاد السياسي في لبنان رحبوا معنا بمايا الجندي Lebanon 2019, the rich became poor And the poor became poorer. Sounds dramatic? Well, this is the tragic tale of my homeland. But how did we get here? How does a nation once called the Switzerland of the Middle East fall into economic chaos? Lebanon's economic collapse isn't just a financial crisis, it's the consequence of decades of entrenched sectarianism and corruption. And according to the Corruption Perception Index, Lebanon constantly ranks among the most corrupt countries in the world. So imagine this a finance minister isn't only managing the nation's budget, but also owns a bank. Conflict of interest? So my research studied the factors that led to the economic crisis. I interviewed a wide range of experts politicians, economists, academics, journalists. I conducted a thematic analysis, and the findings revealed that when political leaders use economic resources to benefit their own community rather than the public good, meaning when a Sunni leader only serves Sunni community, when a Shiite leader serves only Shiite community, it fosters corruption and ineffective governance. So the goal is no longer a healthy economy, but rather a tool for control. And this created the conditions for the economic collapse. Now picture this: a country with three exchange rates. Yes, you heard that right. Three. It's like Lebanon decided, hmm, if one exchange rate isn't confusing enough, why not make it a party? Trying to solve a broken economy when every decision must appease multiple religious leaders is like solving a Rubik's cube, blindfolded. So my research found that political and economic elites have manipulated the system to serve their own interests. The result? A country on the brink of a collapse with most citizens suffering. The takeaway? Lebanon is not just a headline. It's a global warning for any country suffering from similar issues to avoid economic crisis. And my message is clear. Lebanese citizens must and must break free from ta'ifi el and work hand in hand to save what is left from this beautiful country it has suffered a lot والآن المتسابقة التالية هي طالبة برنامج ممارسات القيادة والإدارة في جامعة أوريكس العالمية بالشراكة مع جامعة ليفربول جون موريس وستحدثنا عن دراسة تأثير القيادة الاستراتيجية على الاحتفاظ بالموظفين في قطاع الرعاية الصحية العامة في قطر رحبوا معنا بهنادي يعقوب التميمي 63% من موظفين الصحة في القطاع العام فكروا أن يتركون وظائفهم خلال العام الماضي وحده الحين فكروا في هالشيء للحظة ثلثي من الموظفين المسؤولين عن رعايتنا ورفاهيتنا الصحية على وشك الانسحاب أنا كرئيس قسم المحاسبة المالية في وزارة الصحة أشوف أن هالمشكلة خطيرة جدا ارتفاع نسبة استقالة الموظفين ما راح يأثر فقط على جودة الرعاية راح يأثر على الإنتاجية، التكلفة، ورؤية قطر للرعاية الصحية. وعشان أعالج هالمشكلة، قام بحثي باستكشاف العوامل المختلفة اللي راح تأثر على استبقاء الموظفين، بالإضافة إلى دور القيادة الاستراتيجية في الحفاظ عليهم. وبذلك، قمت بتصميم استبيان، وتم توزيعه على الموظفين في القطاع الصحي. بالإضافة إلى ذلك، أجريت مقابلات عميقة ومكثفة مع الموظفين للتأكيد على نتائج الاستبيان. وبعد الحصول على 100 رد، هالنتائج اللي انا توصلت لها. الموظفين بحاجه الى قياده تقدر انها تضمن لهم التواصل الفعال، الامن الوظيفي، النمو الوظيفي، دور في اتخاذ القرار، وبالاضافه الى ذلك توازن افضل ما بين الحياه والعمل، وبالاكيد رواتب ومزايا افضل. بما أن هيكل الرواتب ممكن يكون تغييره بطيء جداً، هناك الكثير من الأمور الأخرى القائد ممكن أنه يسويها عشان يلبي احتياجات موظفينه الغير مالية. مثلاً، التواصل المنتظم مع الفريق. شو اللي يخليك راح تخسر إذا تواصلت بشكل أكثر مع فريقك؟ أن تعمل على تطويرهم وتوفر الموارد اللازمة لذلك. أن تعمل على التغييرات التنظيمية والتخفيف من آثارها، واللي توازن أفضل ما بين الحياة والعمل. تخيلوا. تخيلوا يكون هناك في مسبح جيم سونا حيث ان الموظف ممكن يطلع الاسترس اللي فيه خلال اوقات استراحته تخيلوا يكون هناك في حدائق وكافيهات على اسطح المباني لاجتماعات الفريق تخيلوا يكون هناك مساحات عائليه للزياره خلال الشفتات الليليه او حتى نرسل روم للامهات الجدد بأخذ هالاحتياجات بعين الاعتبار بحثي يقدم الطرق المختلفه للقائد ممكن يتبناها عشان يحافظ على الاصول الاكثر قيمه وهم موظفين الصحه في القطاع العام لنبدا التغيير هنا والان لمستقبل رعايتنا الصحيه حضورنا الكريم ننتقل معكم إلى المتسابق التالي دكتوراه في تخصص العلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة سيحدثنا عن الميكروبات الممرضة المقاومة للأدوية وتأثيرها على الصحة العامة رحبوا معنا بعبد الله الحاج سليمان من 100 سنه لما كان الانسان يصاب بخدوش او جروح وتلتهب بسبب عامل بكتيري او فطري كانوا الاطباء يضطروا انه يبتروا الاعضاء المصابه لحتى ما ينتشر الالتهاب لباقي اعضاء الجسم وبالتالي المريض يموت. واذا كان العضو اساسي بالجسم ولا يمكن بتره كان غالبا مريض يموت. اللي بالصوره باسم اللي لقى حاله بالمستشفى خسران رجله بسبب التهاب مايكروبي نحن بالعادي نأخذ له كم حبه انتي بايوتيك ومنصيب منه ولكن للاسف ما في ولا دواء اشتغل مع باسم لانه كان مصاب بميكروب مقاوم للادويه اقل التقديرات العلميه بتقول انه بحلول عام 2030 رح يكون في حوالي 100 مليون حاله وفاه بسبب مشكله الميكروبات الممرضه المقاومه للادويه الرقم رح يرتفع ل 300 مليون حاله وفاه بحلول عام 2050 مع معدل سنوي 10 مليون حالة وفاة كل سنة بسبب هي المشكلة وهذا الرقم رح يكون أكثر من عدد الوفيات للسرطان ب2 مليون حالة بهذا الوقت. موضوع خطير الحل هو إما إيجاد أدوية جديدة وطبعاً الموضوع بيحتاج لعشر سنوات لحتى نلاقي الدواء ونتأكد من فعاليته وإمكانية استخدامه أو كحل أقرب هو فهم آلية عمل الأدوية المتاحة حالياً. ببحثي اشتغلت على دواء اسمه مايسن كمضاد للفطريات. اكتشفنا من خلال التجارب انه الرابمايسن بيحتاج لوجود بروتين اسمه ستي 5 ضمن الفطر الممرض. في حال وجود هالبروتين فالدواء بيكون فعال وبيقدر يقضي على الالتهاب. في حال غياب هالبروتين بيكون الدواء غير فعال. باسم كان مصاب بميكروب متطور جدا لدرجه بتخليه يوقف انتاج بعض البروتينات اللي بتخلي الأدوية تشتغل للأسف بوقتها لو كنا بنعرف شو هي آلية المقاومة لهالميكروبات وكيف وشو هي البروتينات اللي ما عم يتم إنتاجها كان يمكن في أمل أنه باسم ما تنقطع هاي المعلومات مهمة جدا لأنه بتخلينا نلاقي استراتيجيات علاجية ضد الميكروبات المقاومة وتخليها أضعف قدام الأدوية الحالية المتاحة تخيلوا لو بنعرف اكثر عن اليه عمل الادويه اكيد الناس اللي مثل باسم راح يقلوا والمعاناه راح تخف والاعداد المخيفه ب 2030 وما بعدها من الوفيات راح تقل هي الابحاث ما أنا مجرد ارقام وتجارب هي تعتبر امل للاجيال اللي جاي لحتى يعيشوا بامان وما يصير فيهم مثل باسم شكرا لي عبد الله المتسابقة التالية طالبة دكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس اي ان ام في قطر. ستحدثنا عن تصميم نماذج ذكاء اصطناعي للتقليل من تكاليف الصيانة ولتجنب انقطاع الكهرباء. رحبوا معنا بالاميرة نوران نادر القنا. One hour of a power outage like this. cost industries up to $5 million and that's not even counting the impact on residential areas hospitals and schools the rapid growth of our cities means a higher demand for reliable power which also means more wear and tears on electrical equipment like transformers that are essential for transmitting electricity over long distances my research aims to prevent outages like this by identifying when to schedule the preventative maintenance of electrical equipment <laughs> to determine this critical period as an engineer i naturally went to mathematical equations however the applied numbers to mathematical equations are ideal compared to real-world numbers much like an iphone that's marketed as having a 15-hour battery life while in reality it has only a 14 14.5-hour battery life that's because there is a difference between the testing conditions and the actual operating conditions now imagine a deviation like this cumulated over a larger scale power system it just wouldn't work as an alternative we employed ai which is great at finding patterns in data but real-world data can be incomplete messy and noisy meaning a lot of fluctuation Making it difficult for AI to learn from. And after many trials, we developed a tailored model using cutting edge AI methods that can bridge the gap between the ideal equations and real world numbers. In other words, my research proposed a novel model that combines both math and AI to predict the maintenance schedule of electrical equipment by incorporating the mathematical equations into the ai algorithm we give our model both book knowledge and real world experience now this novel model was trained using 5 years of data from 85 transformers in qatar including data from companies like shell and ibdrola and this innovative solution was a major success. Now, how successful it is? Let me tell you that we reached 98% accuracy in predicting when the transformers will fail. And this is just the beginning. With this innovative approach, we aim to revolutionize power systems globally, paving the way for a future where unplanned outages is a thing from the past. Thank you. والآن أخيرا وليس آخرا تنضم إلينا الآن طالبة ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ستحدثنا عن تأثير تصميم الوظائف وثقافة العمل لاستدامة مشاركة الموظف رحبوا معنا بدارين خالد مقداد بحثي هو أغلى بحث في العالم، وعلى قد ما كان عندكم فلوس ما راح تقدروا على سعره، عارفين ليش؟ لأنه حقها عشر أيام نزوح وخمسة عشر يوم حصار، هاي الأيام كانت طويلة وأليمة اللي خلتني أفكر بموضوع بحثي اللي راح أخبركم عنه اليوم، خليني أحكي لكم عن أبوي، أبوي كان بيشتغل في شركة لما كنا عايشين بفلسطين، وعلى قد ما كان مجتهد وبيشتغل ليل نهار إلا أن البيئة المحيطة بسبب الأحداث والأوضاع سببت جو من التوتر في مكان عمله هذا الشيء أثر على تغيير طريقة تصميم الوظيفة وثقافة المنظمة مما أثر على اندماجه لكن بعد فترة ولله الحمد انتقلنا على قطر واشتغل في نفس نوع الوظيفة لكن بظروف عمل مختلفة ولاحظ فرق كتير كبير باندماجه وأدائه هذا الشيء دفعني للسؤال الرئيسي في بحثي إنه كيف تصميم العمل وثقافة المنظمة بتأثر على مستويات اندماج الموظف. ومن هون قرأت نظريات كتير، وكانت النظرية الداعمة لبحثي هي نظرية نموذج خصائص العمل. هاي النظرية توصل إليها هاتمان في 1980، وهاي النظرية بتساعد على تشكيل أدوار العمل بشكل فعال أكتر، وبناءً على فلسفة بحثية وجودية. قررت أنزل للميدان بنفسي وأجمع البيانات الخاصة ومن خلال عن طريق استخدام نموذج بصلة البحث اللي هو بحثي كان قائم على المنهج الكمي عن طريق استخدام استبيان اشترك فيه 107 موظفين من قطاع التكنولوجيا المالية وتم جمعه على مدار ثلاث أشهر اكتشفت في نتائج بحثي أنه بتصميم جيد للوظيفة اللي بتضمن تنوع أهمية وضوح استقلالية بيساعد على اندماج الموظف لكن الأهم من هيك كمان خلق بيئة عمل صحية بتأثر على اندماجية الموظف ومن هون صرت أفهم أكثر عن موقف أبوي بالعمل ودراستي كمان بتساعد على, مستب... على مساهمات حالية بالأبحاث وكمان بتحفز أبحاث بالمستقبل العشر أيام نزوح وخمسة عشر يوم حصار كانوا كفيلين بإني أحس بمعاناة أبوي وكمان اللي خلتني افكر كيف ممكن بيوم اني اقدر اساعد واحل هاي المشكله اساعد الامهات والاباء اللي بيشتغلوا بظروف عمل غير صحيه انهم ما يرجعوا يعيشوا هيك شعور واليوم أتيحت لي الفرصه بثري أمتي تي اني اشارك معكم قصتي وقصه بحثي شكرا شكرا جزيلا لدارين حضرنا الكريم بهذا قد نكون وصلنا لختام العروض لمسابقة 3MT الوطنية لعام 2024 الشكر الجزيل لمتسابقين الأعزاء لتناولكم لقضايا هامة وعلى عروضكم المميزة لهذا اليوم وكذلك الشكر للجمهور الكريم لحسن استماعكم اليوم والآن نطلب من من الحكام لحظة تشاور. الجمهور الكريم خلوكم هنا في في مفاجأة وكذلك في دور لكم اليوم معانا إن شاء الله. دقائق قليلة إن شاء الله. حضورنا الكريم بعد قليل بإذن الله سيتم اختيار جائزة أو تصويت الجمهور لاختيار أحد المتسابقين اللي شاهدناهم اليوم بإمكانكم التصويت لأحد المشاركين من خلال هذا الباركود لمدة خمس دقائق فقط وينتهي هذا الرابط أيضا موجود عندنا هنا على اليمين اثنين تحت باركودين تحت وكذلك راح يكون في باركود فوق إن شاء الله عندنا خمس دقائق فقط للتصويت. من خلال ملاحظتكم اليوم للمواضيع وكذلك النقاشات التي دارت اختاروا اللي تحسون انه نعم، اختاروا اللي تحسون إن يستحق الفوز بجائزه الجمهور. واحد بس نعم. باركود الباركود واضح عندكم كلكم في حد يواجه مشكله ولا اوكي اوكي اتوقع الكل صوت في مشكلة؟ في مشكلة صوت ولا؟ تمام؟ طيب طيب خلنا نقول ان انتهى التصويت الان الان حان الوقت للقرعة لاختيار ثلاثة اسماء من الجرة التي وضعتم فيها أسماءكم عند الدخول ندعو الدكتور أحمد العون عميد مكتب الدراسات العليا إلى المسرح لاختيار المحظوظين الثلاثة حظ نصيب بسم الله نختار أول اسم إن شاء الله ثلاثة اسماء بس أي. قول الف مبروك لـ آه, لين، آه, حكيت رقم الهاتف تلا... ما راح نقول رقم الهاتف <applause> لين لين ليش اسم واحد يا لين؟ من هنا اسمها لين؟ لا خلاص لا. للاسف راح نسحب اسم ثاني طيب تصل <applause> لها؟ خلاص اوكي اوكي خلاص لين فازت معنا الف مبروك يا لين صفقه لين بنتواصل معاها <applause> الفائز الثاني هديل درويش البنا هديل الف الف مبروك يا هديل الفائز الثالث شوي بيب. محمد الاسم مش واضح فرحان؟ لا مش فرحان لا مؤمن الظاهر محمد مؤمن الاسم الاخير محمد مؤمن او محمد فوزان فوزان <applause> الف مبروك الف مبروك تستاهل يعطيك العافيه طبعا اتوقع مش بس ثلاثه اللي راح يفوزون معنا اليوم ايضا في فرصه للفوز قبل دخولكم لهذا المسرح تحت كل كرسي يوجد كرت مثل الكرت هذا اللي معاي اللي بيحصل الكرت هذا ايضا من الفائزين <applause> وترى يمكن طاح الكرت تاكدوا يمكن طاح في الارض اللي حصله اللي حصله من نصيبه الحق ما تلحق آه في حد حصل كرت أوكي الصف الأول لا تدورون برا الموضوع الصف اللي... لا لا أموركم طيبة اللي معاه الكرت خلاص يخليه معاه اعتبر نفسك فايز معانا. طبعا الكرت للتاكيد راح يكون في الدرور اللي هو في في الطاوله تحت الطاوله. لما نطلع الطاوله لازق تحت الطاوله. ايه روانا الكرت. وين عطنا الكرت بس ارويهم ارويهم بس الكرت. اي اكيد اكيد عفا عليك. طبعا هذا الكرت اللي بتحصلونه كرت نفس هذا اوكي تمام خله معك خله معك الف مبروك حد حصل هنا يا سلام الف مبروك خلاص عندنا الثلاثه الفايزين يستاهلون تفضل يعطيك ان شاء الله ما اضيع الاسماء الثلاثه اللي معي في البدايه أسمع معك، هذا اللي فازوا. Okay. نشكر جميع المتسابقين على عروضهم، الحين اتاكد المتسابقين كلهم موجودين معنا هنا. متسابقين موجودين؟ اوكي يتفضلون معنا على المسرح لجلسه نقاشيه بامكان الجمهور ان يسال لهم الاسئله اللي في باقم حياكم متسابقين كلهم يجون معي على المسرح حياكم طبعا مثل ما تشوفون هذه لهم المتشاركين او المتسابقين اللي معانا ما شاء الله تبارك الله 21 مشارك او متسابق طبعا يعطيهم العافيه من خلال مواضيعهم ما حسسونا بالوقت من خلال عروضهم خلونا ناخذ ارائهم على تقديمهم اليوم صهيب شو الوضع اليوم؟ كان طبعا سعيد جدا برؤيتكم ونصاتكم كان رائع جدا وشكرا جزيلا لكم انه استمعتوا لنا واصغيتوا لنا وإن شاء الله عندكم ملاحظات أو أشياء يعني تعطونا إياها نكون سعيدين فيها مستعدين للنقد جدا ورب أه يكرمكم. أيضا حضرة العقيد أجلتني. أول شيء أشكرهم جميعا، أشكر الحضور، أشكر التشجيع صراحة اللي كان وايد شجعني أكثر أه وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم يا رب، شكرا. يعطيكم العافية. طبعا الان حان دور الجمهور اللي عنده اي سؤال يبي يوجهه للمشاركين يتفضل. طبعا بس يرفع ايده عشان نعطيه المايك. اللي عنده اي سؤال بالنسبه لاي موضوع تم طرحه اليوم. عفاء ما يصير شلون ما تفضلي. My question is really to anyone who wants to, you know, take it be specific the... Marie, you have to be specific. I can't choose, I Which can't one? choose a finalist. Just anyone who would like to share a little bit about What your experience was like in the preparation for the competition? What was the best thing and what was the most challenging thing?: So I am a student at Northumbria University. Coming to Qatar University was really a good thing for me. Dr. Mary was my coach, and we trained the entire week, the boot camp, the practices. We were here until 10 p.m. last night doing our rehearsals. So, this journey really means something to us, and we all are winners, regardless of who wins. So, thank you. Okay. Soft Gathaniel, Dr. Shams, <laughs> win. Okay. Why are you hiding? Oh, sorry. <laughs> I, I wanted to answer that question. So, I wasn't here until 10 p.m. last night, but. <laughs> we were i think the majority of us were here for last week and it was a very intense boot camp and uh, i want to give a shout out to bunia was my uh, coach is she in the corner over there <laughs> and uh, yeah it was it was very i think for for many of us i could say that it was very um, um, it was a different skill set that we had to learn and you know not all of us are public speakers some of us are <laughs> Curing cancer, literally. So it's, it's, it's a different thing that we're doing. But, but we had fun, and um, if any of you are out there thinking about joining it next year, I would really recommend doing it because it's it's something that you want to, you know. Cool. Thanks. Also, as part of what you said, <laughs> ويعرفون صعوبات هذا التحدي فبنرجع لكم ان شاء الله ولكن نتمنى يكون في سؤال اي بجي بجي بس, بس انا حابه اشكر كمان الاستاذه جمانه طبعا لأنها تعبت معنا ملاحيتنا اونلاين 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 امبارح احنا ضلينا للساعه 10 فوالله شكرا كثير لانه كمان لازم احنا كمان فريقك نشكرك جزيلا وشكر موصول لكم ايضا على اللي قدمتوه اليوم المايك الله يهينك عطا يلا عندنا سؤال اتوقع ان السؤال هذا بيكون اصعب سؤال بيمر عليكم uh. <laughs> خذ راحتك اسال اي سؤال تبي تفضل is the is doing this presentation hard is doing this presentation hard who wants to answer <laughs> Uh, first of all, I would like to thank you, my first supporter in my life, my son. Thank you for being here. You have to know, you have to know that you are the first reason why I'm successful in this life. That's what that this is the worst, this is the first reason what I this make it easier for me yeah. because there is a big there is uh, there is a big. Goal for me to make you feel proud of your mom. Uh, I just want to say that you know, we're not here to see the winner but your participation is very important I, I, I speak from academic being an academic that's i think being selected and be in this marvelous group with the way you know and we understand that each one of you come from different background and sometimes i was talking to my friend it's very difficult to choose between science and social science <laughs> yes yeah <laughs> So uh, I'd like to thank you all because you know your participation is one step in your success, and I'm quite sure there will be more about this. You've been all of you, you've been very good and excellent presentation. Thank you.. <laughs> Thank you for uh, all participation. Uh, I think it's uh, wonderful for, uh, from all of you. Just I have one uh, question. We were drinking water since almost 14 years or more than 14 without lemon. Is it safe or not? So I would recommend you all to say Bismillah and read your Askar. That would be the best answer. <laughs> <laughs> طيب اي سؤال ثاني؟ اوكي تفضلي عليك. السلام عليكم عليكم السلام هو مش سؤال اشكر الجميع من المشاركين والحضور استمتعنا جدا 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 بالوقت اللي قضيناه طلعنا من الروتين اليومي حمي. الى الاستمتاع صراحه انا اشوف الكل كل المشاركين كلهم فائزين هذه صفقه صفقه الاوقات في مشاركة؟ أي سؤال؟ تمام. تفضلي. أنا كمان سؤالي بخصوص الـ Nanotechnology for the green، إمتى بصير commercially available؟ <applause> And okay. make it as commercialized also, so uh,

And uh, it's been a great experience uh, being in this university competition and the trainers, and my trainer, Ms. Randa she put in a lot of effort on me and from my own uh, university there was a lot of support from my uh, department and from the entire college of business it's been a real pleasure and i've learned a lot especially putting a 100 page thesis into a 3 minute competition that was the most challenging part of the entire thing but it was really good like the boot camp was very much uh, uh, interesting it learned it made me learn a lot of things about myself how to present how to uh, make myself um, come in front of a crowd, it's, it's a long way from where I was one week ago. And I'm really proud of my colleagues and everyone over here. And uh, it's, it's a real great opportunity to, to be here. Thank you so much for everything. You deserve to be here. Thank you so much. عندي سؤال ثاني يعني بالنسبة لهذه المسابقة هي مسابقة وطنية يعني أنتم خضتوا مرحلة من خلال الجامعة أو المؤسسة اللي أنتم فيها وبعدين وصلتوا للمرحلة الوطنية شو الفرق اللي لاحظتوه في المرحله الوطنيه عن المراحل الاخرى من من يحب يجاوب Okay, the, the, the things that we already interested on because the different topics, because usually, for example, for us, for me as a nursing, I learn many things from all the finalists because there is a different topic, interesting topic, and we, I want to learn more. And the experience with three minutes make a difference because the way we are presenting usually our Thesis is really different than presenting within three minutes and avoiding talking some term that is not being familiar with majority of the population. This is really a challenge, but this was very interested to make our thesis as a stories, our thesis as a interesting for everyone to know. And I, re I really want to take this opportunity to thanks Dr. Mary, Dr. Jumana, Dr. <laughs> I don't, Miss Marwa, everyone, Miss Sorry Munia. Everyone without their support, really we cannot. stand here and talk about their th our thesis, which may be 100 pages and within 3 minutes. So thank you. Um, هو فعلا كان الموضوع في تحدي شوي انه ناخذ تكنيكال توكس واشياء مشتغلين عليها وكودز واكويجنز وبعدين نلخصها بطريقه تكون مفهومه للببليك ويفهموا انه ليش عم نعمل هذا الشغل ليش بهمهم بحياتهم ليش ممكن يمسهم فذات واز تشالنجينج بس الورك هاي كانت كمان فارقه انه انا اول مره اقابل كل هالطلاب من جامعات مختلفه بقطر يعني انا فروم تكساس اي ان ام يونيفرستي اول لايك ذا ميجرز وي هاف ار انجينيرينج اند لانجويج في لغه بيننا بنشتغل عليها فلما اجي uh, اقابل ناس من باك مختلفين ومن جامعات مختلفه ثانيه بقطر صراحه هاي فرصه للنتوركينج عظيمه يعني فور ستودنتس يعني ما بنعرف كيف ممكن بكره هاي تكون فرصه لنا نتقابل نشتغل مع بعض اي هوب سو بس كانت عن جد فرصه كثير كبيره فشكرا فور قطر university actually فور دوينج ذس لو بنختصر الكلام اللي قلتيه فوزكم اليوم هو فوزكم معرفتكم البعض يعني الله يوفقكم ان شاء الله ونتمنى نشوف القادم منكم افضل وافضل باذن الله. اي حد عنده سؤال قبل ما نختم الجلسه النقاشيه؟ طيب يعطيكم الف الف عافيه المشاركين شكرا جزيلا لكم. نرحب مجددا بالحكام الكرام اهلا وسهلا. والآن قبل أن نعلن عن الفائزين في مسابقة تي الوطنية، نود تكريم ضيوفنا المميزين. الآن نود أن نطلب من الأستاذ الدكتور أيمن التفضل إلى المسرح لحفل التكريم. في البداية سرنا تقديم هذا الدرع لراعي مسابقة 3MT الوطنية لعام 2024، شركه كنوكو فيليبس قطر على المبادره السخيه في دعم ابحاث الدراسات العليا في دوله قطر فليتفضل بقبول فائق الت... الاحترام بقبول التكريم السيد اريك توماس رئيس الموارد البشريه في كنوكو فيليبس فليتفضل اوكي okay. في ديلي بسيط. اوكي. <applause> شكرا لك سيد ايريك توماس من شركه كونوكو فيلبس. والان نود تكريم حكامنا الموقرين لانضمامهم لنا اليوم وعلى استعدادهم لمواجهه التحدي الصعب المتمثل في تقييم العديد من العروض التقديميه المتميزه دعونا نشكر ونكرم الساده الحكام الافاضل على مشاركتهم القيمه في تحكيم هذه المسابقه الفاضله المهندسه مشاعل الماس المحترمه من مركز فنوكو فيليبس العالمي لاستدامه المياه القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد شؤون التعليم العالي الفاضل المهندس فيصل محمد الأنصاري مدير التقويم القطري عفوا المدير التنفيذي لإدارة التقويم القطري عفوا الفاضله الدكتوره عائشه جاسم الكواري المدير التنفيذي والمؤسس لشركه روزا للنشر اوكي أه الفاضل الدكتور حارب الجابري القائم بمهام وكيل وزارة المساعد لشؤون التعليم والتعليم العالي <تصفيق> <تصفيق> الفاضلة الدكتورة فاطمة كافود مدير بايوبنك قطر بالإنابة والآن دعونا نكرم المشاركين الفائزين عفوا صهيب لا عفوا والآن حان الوقت لكي نعلم ضحكتكم صح عن الفائزين في مسابقة 3 تي الوطنية لعام 2024 جائزة اختيار الجمهور الفائز باختيار الجمهور هو بيطلع على السكرين الحين يلا هذا نوع من انواع التشويق بس ان شاء الله ما يطول بنعيد مره ثانيه كني ما قلت شيء والان حان الوقت لكي نعلن عن الفائزين بمسابقة مسابقه تي الوطنية لعام 2024 جائزه اختيار الجمهور نقول الف الف مبروك للفائز باختيار الجمهور هو او هي لا مش الحفل اللي فايز جائزه اختيار الجمهور نقول الف مبروك لي نوره هاي مبروك يا نوره شكرًا يا نورا. والآن خلونا نروح لجوائزنا الثلاث الأولى ونقول الفائز بالمركز الثالث لمسابقة 3MT الوطنية وبجائزة مالية وقدرها سبعة ريال قطرى تذهب إلى. ألف ألف مبروك أنيس نقول ألف ألف مبروك لأنيس والآن الفائز بالمركز الثاني وبالجائزة المالية وقدرها عشرة آلاف ريال قطري تذهب إلى تهانينا لتارا لي... <applause> ألف ألف مبروك يا تارا ابراهيم الكريم انا انا اتوقع اني حبيت التشويق اللي كان قبل شوي سكروا الشاشه انا بسوي نفسي اني غلطت مره ثانيه طيب نقول الف مبروك للفائز بالمركز الاول في مسابقه 3 ام تي الوطنيه لعام 2024 وبالجائزه الماليه وقدرها ألف ريال قطري لمن يا ترى نقول الف الف مبروك ل شو رايك اخر؟ <تحجي> <تحجي> الف الف مبروك الف الف مبروك الف الف مبروك لشهد محمد الخير تستاهل شهد والان طبعا نبارك لكل الفائزين بالمراكز الاولى على الرغم من اننا لدينا ثلاثه فائزين الا ان الكل وكل من شارك اليوم هو فائز لذلك نود الان منح جميع المشاركين درع وشهاده نقول الف مبروك لصهيب حسين الزبيدي الف مبروك يا صهيب نقول مبروك لمروه وليد العاصي مروه الف مبروك يا مروه شكرا لمروة ألف مبروك لبارول سينغ. أيضا ألف مبروك لتريسا ماريكا كام. لينا صالح اليزيدي ألف مبروك لي لينا خلونا كلنا نقول نيهاو لعلي خالد المعاضيد ألف مبروك لعلي خالد المعظيم روكسانا سلامة عبد الله روكسانا <applause> الف مبروك لروكسانا شمس الزمان شمس الزمان نقول الف مبروك لاميره فاطمه اناس ونقول الف مبروك لجورجي كومبانسيف بدريه فؤاد السماك مبروك لبدرية والآن مديحة خميس النوبي الف مبروك لمديحه الف مبروك مايا الجندي الف مبروك لمايا وكذلك الف مبروك لهنادي يعقوب التميمي الف مبروك لعبد الله الحاج سليمان مبروك يا عبد الله ايضا الاميره نوران القنه الف مبروك للاميره نوران ولا أنا أخيرا وليس آخرا ألف مبروك أيضا لدارين خالد مقداد ألف مبروك يا دارين شكرا جزيلا لكم استاذ دكتور ايمن نعم فلنهنئ معا الفائزين ولجميع المشاركين المتميزين ونصفق لهم مره اخرى. وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام مسابقه ريمتي الوطنيه لعام 2024 في جامعه قطر ندعو المتسابقين الى جانب لجنه الحكام والجهات الراعيه لالتقاط الصور في الجناح الإعلامي الموجود في الردها الآن نشكركم جميعا على حضوركم لهذا الاحتفال الفريد من نوعه بقطاع الدراسات العليا في دولة قطر وعلى دعمكم لطلبة الدراسات العليا والبحوث الهامة التي يقومون بها نتطلع إلى لقاكم جميعا قادما بإذن الله شكرا جزيلا الله يبيض وجهك يا رب يطول عمرك والله يعني يا رب يرحم باللي ان شاء الله